في البداية كنشكر لكم على هذه الالتفاتة وهذا اليوم تاريخ كيتبصموه شبان ديال فريق الشباب الرياضي البركاني سي ار بي اللي عنده تاريخ عريق في المدينة ولعب في البطولة الوطنية وكان عنده اسم يعني لمدة دابا 50 سنة وهذا الاسم يعني كان في مدينة بركان ودازوا فيه أجيال ودازوا فيه لعابة اللي لعبوا مع فريق النهضة البركانية لكرة القدم ولعبوا مع فرق وطنية اللي هي عريقة مثل الوداد الرجاء أسفي إلى غير ذلك. حاليا هاد الشباب كيحتفلوا هاد اليوم وكيرجعوا للبول ديالهم المعتاد فيه وكنطلبوا بالجهات المسؤولة والهيئات المنتخبة باش تلتفت على المستوى المادي والدعم لان باش تدعم هاد الشباب لانها كتساهم في التنمية الرياضية على المستوى الإقليمي والجهوي ونتمنى لهم التوفيق وكنشكركم على الحضور ديالكم ونشكروا الإطار التقني كذلك اللي يواكب مع الفريق رغم ان كاين الاشكالات الماديه ونتمنى للفريق مستقبل زاهر وزاهر ان شاء الله وشكرا. داروا مقابله كبيره في العيون وجميع الظروف كانت صعيبه الصراحه ولكن بالشخصيه ديالهم وبالايمان ديالهم وبالقوه ديالهم بغاو يطلعوا هذا العام وصات عنا نطلعوا وربي عاوننا ونشكروا المسؤولين لا بالنسبه للسيد العامل صاحب الجلاله ولا رئيس مجلس بلدي اللي عاونونا بزاف وتبارك الله عليكم ومبروك علينا الله يحفظكم. Yeah.
هذه من عند خونا قال لك البكاي والنكوى قال لك جارنا في خطر وليدات الحرجة أبي خطر كان في فرنسا خاطر قال لي في خاطر الناس القدامى قال لك قال السي عربي قال لك نقد داوي سالو في خاطر السي حاضر في خاطر عزيز وحضيه أبرح لي قال الخنا حسين قال لك ما يسمعش والمشي يا قلبي